بحضراتكم مشاهدي قناة النهار اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم رأيك بصوتك. الناس بتسأل هي وزارة الكهرباء عايزة مننا ايه بالظبط؟ انقطاع الكهرباء يبدو انه بقى مشكلة مستعصية على الحكومة غير قابلة للحل، فبعد ما كان الانقطاع ده بيرتبط بفصل الصيف والاستهلاك وزيادة الأحمال بسبب بقى التكييفات وغيرها، الأمل كان مع الشتاء إنه الأزمة ممكن تنتهي، لأنه طبعا في الشتاء مفيش تكييفات وطبعا مفيش زيادة أحمال، لكن للأسف الأمل انعدم بعد ما استمرت مشكلة الانقطاع حتى في فصل الشتاء، ونفس الكلام اللي كنا بنسمعه في الصيف والمناشدات اللي بتوجهها وزارة الكهرباء للمواطنين بتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك التكييفات بنسمعه برضو دلوقتي رغم برودة الجو. الحقيقة وزارة الكهرباء بتناشد المواطنين ان هم يرشدوا بقى استهلاك السخانات والدفايات علشان يتم تخفيف الأحمال. للأسف رجع انقطاع الكهرباء في مصر مرة تانية وتخفيف الأحمال لساعة أو أكتر خلال اليوم، لكن المرة دي في فصل الشتاء على غير ما هو مألوف. كان بيقل استهلاك الكهرباء في مصر خلال الشتاء وكانت بتنعدم الانقطاعات تقريبا أو على الأقل بتخف عما بتكون عليه في فصل الصيف، لكن طوال الأيام الماضية جميع محافظات مصر تعرضت إلى انقطاع الكهرباء لمرة أو أكتر خلال اليوم الواحد. الحقيقة الانقطاع بيتجاوز في المرة الواحدة الساعة ممكن أكتر. عايزين نناقش مع حضراتكم خلال حلقة النهاردة في رأيك بصوتك هذه المشكلة المستعصية اللي بيعاني منها كل بيت في مصر. ده جانب، ده في جانب تاني الناس بتأن منه من فترة. استقبلنا شكاوى كتيرة جدا من المواطنين في مختلف المحافظات حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، وده طبعا عامل حالة غضب كبير عند المواطنين، خصوصا لما توصل الفواتير دي في بعض الأحيان لأرقام كبيرة وتتجاوز مبلغ 400 أو 500 جنيه شهريا. ده خلى المواطنين ان هم جزء كبير منهم يمتنعوا عن سداد هذه الفواتير لارتفاع الاسعار، وفي نفس الوقت لشعورهم انه في حاجه غلط. يعني ايه بيت فيه اسره مصريه مش بيتجاوز عدد افرادها الست افراد لا تستخدم تكييفات ولا دفايات واستهلاكها عادي جدا، وتلاقي في النهايه فاتوره الكهرباء جايه لهم ب 500 جنيه في الشهر؟ عايزين نحاول خلال حلقه النهارده نجاوب على هذا السؤال من خلال اتصالاتنا مع المسؤولين في وزارة الكهرباء عشان نشوف حكاية استمرار انقطاع التيار الكهربي وحكاية ارتفاع قيمة الفواتير، وطبعا منتظرين آراء حضراتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم حول موضوع حلقة النهاردة اللي بيهم كل مواطن مصري على صفحات البرنامج من خلال فيسبوك، كمان من خلال اتصالاتكم الهاتفية على الهواء. قبل ما نخرج لفاصل تعالوا نفكركم بأسئلتكم. هل تعاني من انقطاع الكهرباء حاليا؟ وهل لسه مستمر لغايه اللحظه اللي احنا بنكلمكم فيها دي؟ ايه تفسيرك لاستمرار الانقطاع حتى في فصل الشتاء؟ هل قيمه فواتير الكهرباء مرتفعه بشكل مبالغ فيه؟ فاصل وهنرجع لحضراتكم. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وحلقتنا النهاردة في رأيك بصوتك مهمة جدا لأنه ما فيش بيت مصري مش بيعاني من أزمة انقطاع الكهرباء حاليا.
إذا كنا بنعتبر الأمر يبدو منطقي إلى حد ما في فصل الصيف بسبب زيادة الاستهلاك، وطبعا ده بيصاحبه من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن الحقيقة الناس بتتساءل دلوقتي عن استمرار انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء رغم برودة الجو. وزارة الكهرباء خلال الأيام الماضية أعلنت أنه في مجموعة أسباب وراء عودة انقطاع التيار الكهربائي. الأسباب دي إيه بقى؟ أول حاجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، بيقولوا أنه ده نتج عنه محدودية الوقود ونقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء نتيجة لوجود مشاكل في عدد من حقول البترول، وأنه مواسير الغاز اتجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة. بيقولوا كمان من ضمن الأسباب انخفاض منسوب مياه السد العالي، وبالتالي انخفاض الطاقة المولدة منه إلى 1300 ميجا وات بعد ما كانت 2200 ميجا وات، برضو نتيجة لشدة برودة الجو. زيادة الأحمال على الشبكة نتيجة لاستخدام السخانات والدفايات برضو علشان برودة الجو. خضوع العديد من وحدات توليد الكهرباء للصيانة وفقا لبرنامج الصيانة اللي بتقوم به الوزارة استعدادا لفصل الصيف. الوزارة قالت ان هي حريصة على استمرار اعمال الصيانة حتى لو لجأ مركز التحكم القومي لتخفيف الاحمال. بتتوقع ان تستمر ازمة انقطاع التيار لغاية لما تنتهي الموجة الباردة التي تجتاح البلاد. طيب ولو استمرت هذه الموجة الباردة الى بداية الموجة الحارة اللي هتبدأ في فصل الصيف، هنبتدي نتكلم بقى عن استعمال التكييفات واستهلاك المبالغ فيه للكهرباء، وهنتكلم عن الموجة الحارة اللي بتمر بيها البلاد بعد انتهاء الموجة الباردة. طب في كلام تاني، في مصدر في وزارة الكهرباء بيقول، يعني حسب ما وردنا اللي احنا المعلومات اللي بتجيلنا بنحاول ان احنا ننقلها لحضراتكم، بيقول انه السبب الرئيسي مش من مركز التحكم، لا ده من الشبكات. فاهمين حاجة؟ طيب خلينا نشوف رأي الناس بتقول ايه ونرجع مرة تانية نكمل. كهرباء ان مفيش مفتش كهرباء بيجي ياخد قراية العداد، وبلاقي ان الكهرباء بتيجي جزافية. يعني على سبيل المثال العداد راكب عندي مش عامل 990 كيلو، لقيت واخد قراية 1200 كيلو، يعني محمل لي 300 كيلو زيادة. وقال لي ادفع، رحت للموظف بقول له ادفع ليه الزياده دي؟ فقال لي لا ادفع، انت مش يعني انت بتعمل مشكله عشان تاخد 50 60 جنيه؟ قلت له لا، ده انا بتكلم في حق، يعني المفروض الموظف دوت بيأدي عمل بياخد عليه مرتب يبقى يراعي ضميره ويراعي ربنا. وبعدين علاوه على ذلك ان الكهرباء بتقطع، طب كانت بتقطع في الصيف بنقول الاحمال زياده والتكييفات زياده، دلوقتي بتقطع ولا في تكييف بيشتغل ولا في احمال زياده، ايه السبب؟ يعني ان انقطاع التيار مع زيادة في فواتير الكهرباء ده ما يرضيش ربنا، حرام. هو الفواتير بعض الأحيان أنا بحس إن هي مرة تبقى غالية ومرة يعني تبقى مناسبة، بس هي في الأغلب إنها زادت، بقت دخلت دلوقتي في ال 100 جنيه. لما أنا أدفع مثلا 100 جنيه كهرباء و50 مية وأدفع مش عارف إيجار كذا، يبقى أنا هتفضل مرتب إيه بالظبط يعني؟ فإحنا بنطلب إن يكثفوا موضوع محطة الضبع ده، لازم تتعمل على اساس تساعد في موضوع يعني موضوع زيادة الكهرباء في مصر. يعني الكهرباء برضو عندنا في الفيوم يا فندم مشكلة كبيرة جدا، يعني من كام يوم قطعت فوق ال 12 ساعة، 12 ساعة متواصلة، وعندنا أطفال وعندنا أجهزة كهربائية وفي محلات، فده خسارة كبيرة جدا. فاحنا نتمنى الحكومة تغير الوضع ده ويبقى فيه حل بسرعة يعني إن شاء الله. لا غالي، حرام، غالي غالي جدا يعني. يعني في ناس تقدر تدفع، في ناس ما بتقدرش خالص. ده بتقطع وبندفع غالي، و24 جرات، ومعانا العداد، معايا ساكن في اوضه وصالي دافع 75 جنيه، لا عندي تكييف ولا عندي ثلاجه ولا عندي غساله، حلو، ودافع 75 جنيه على ايه؟ ما نعرفش. الكهرباء كل يوم بتقطع بالساعة وساعة ونص، ومرات تقطع مرتين في اليوم، وبقت حاجة صعبة خالص. ولما بتتقطع الكهرباء بتتقطع المية كمان، وما بنلاقيش لا ميه ولا كهرباء، بتبقى العمليه صعبه جدا. هدفع استهلاك، هم بقى الشريحه اللي مزودينها، هم دي العيب في القارئ. القارئ ما بيجيش، فبيحصل ايه؟ ان هو بتخش في شريحه ثانيه، الشريحه الثانيه عاليه، فبيجي المبلغ كبير. لكن هو لو استهلاك شهري والقراءه في نفس الوقت هيبقى الاستهلاك عادي.
بنعاني من المشكله دي لان الكهرباء بتقطع اكتر من 3 او 4 ساعات. المفروض ان احنا دلوقتي دخلنا على موسم الشتاء فمفيش تحميل على الاجهزه او الاجهزه بتاعته للكهرباء ما بتسخنش، فليه هم بيقطعوها اكتر من الوقت اللازم؟ ممكن نص ساعه ماشي، انما مش اكتر من ساعتين ثلاثه. فاحنا عايزين نفهم ليه، يا ريت الوزير يرد علينا برضه. طيب زي ما كنا بنسمع في فصل الصيف في ذروه ارتفاع درجات الحراره، كمان جددت وزارة الكهرباء خلال اليومين دول دعوتها للمواطنين بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك، منعا لانقطاع الكهرباء عن غالبية المناطق بالجمهورية، وترشيد استخدام الدفايات والسخانات وغيرها من الوسائل اللي بتزيد من استهلاك الكهرباء عشان يتم حل مشكلة الوقود والغاز لمحطات الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبتطالب المواطنين ان هي يتعاونوا معاها علشان لا يتم تخفيف الأحمال الكهربائية وقطع الكهرباء في فصل الشتاء كمان زي ما حصل في فصل الصيف الماضي. معانا مين؟ ولاء من شبرا. مساء الخير يا ولاء. مساء النور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا من حضرتك. احنا في شبرا، انا مواطنة عادية جدا وشقتنا شقة عادية زي اي شقة، جاييني نور 850 جنيه. 850 جنيه ده عن شهر واحد يا ولاء؟ عن شهر واحد بس. طيب اما جاني المحصل أيوة. ما رضيتش طبعا، رفضت ان انا ادفع الفاتوره. رحت الاداره، اما رحت الاداره الاستاذ اللي هناك قال لي خلاص يا مدام، خلاص هي نزلت من على الكمبيوتر ما تدفعيهاش. يعني ايه؟ اما روحت البيت. يعني ايه نزلت ما تدفعيهاش؟ مش فاهمه. قال لي نزلت من على الكمبيوتر خلاص يا مدام ما تدفعيهاش، عشان رحت قلت له انا مش مقدرش ادفع فاتوره 850 جنيه ازاي. طب ما قالولكيش هناك انه ده مثلا ال 800 جنيه دول مثلا تحصيل كذا شهر مثلا، زي ما بيقولوا عند في شقق كتير قوي بواقي مثلا بنجمع مثلا تحصيلات كده كذا شهر مع بعض؟ لا ما حصلش. قال لي نزلت من على الكمبيوتر خلاص يا مدام ما تدفعيهاش. طيب بالتالي انا رجعت البيت بعدها باسبوع جاني المحصل قال لي يا مدام الفاتوره اللي كانت نازله ب 850 وصلت ل 550. والفاتوره اللي بعتها جاياني ب 400 جنيه. المحصل جاي واقف على الباب عايز مني 1000 جنيه الا واحد. طيب انت اتاكدتي ان القراءه اللي على العداد بتاعتك او اللي على الفاتوره هي مطابقه لقراءه العداد بتاع بيتك؟ لو حضرتك كنت استنيتي كنت هقول لحضرتك. اتفضلي. اما جاني اللي يقرا العداد قلت له تسمع حضرتك تقول لي الشقه عامله كام كيلو؟ قال لي خلاص يا مدام خلاص انا دوست على اللي بعده. طب انت ده بتفسريه بايه يا ولاء؟ والله انا بقى مش عارفه، انا عايزه اقول لحضرتك، حضرتك يا ريت انت تفسريه لي، ازاي تبقى شقه عاديه ادفع 800 جنيه مقنور 850 جنيه؟ طيب ازاي ده أدفع؟ ده بالنسبه للفواتير. الانقطاع الكهرباء بقى اخباره ايه معاكي؟ انقطاع الكهرباء زايد جدا دلوقتي مع اننا في فصل الشتاء، مفيش تكييفات ولا في ضغط على النور ولا حاجه. انا اختي الصغيره المدرس جاي يديها المراجعه في البيت عشان عندها الصبح امتحان، النور قطع على المدرس ساعة وعشر دقايق. بتستعملوا دفايات كتير في البيت ولا مفيش؟ مفيش دفايات، والسخان سخان غاز مش كهرباء. تمام. يعني حرام بصراحة اللي هم عاملينه فينا ده، حرام اني ادفع 1000 جنيه في الشهر كهرباء، ازاي؟ لا طبعا ده كتير، ومش انت بس يا ولاء، ده ناس كتير. الحقيقة بتصرخ، يعني انا عايزه اقول انه واصلني ناس بتصرخ على الفيسبوك، معقول؟ يعني بيقولوا مش هندفع، وفي ناس راحت قطعت الطريق في بعض المحافظات وبعض الاماكن الريفيه على فكره. ويعني والناس بعد المشكله انه في امتحانات نص السنه يا جماعه، في امتحانات نهايه الترم الاول، يعني أيوة. دلوقتي احنا في وقت امتحانات، واصحاب المحلات التجاريه واصحاب الصيدليات يعملوا ايه؟ طيب حضرتك النور قطع على المدرس ساعة وعشر دقايق، جاي يدي البنت ساعتين مراجعة النور قطع ساعة وعشر دقايق. ما اقدرش اقول له اقعد تاني بعد النور لانه وراه بنات تاني. تمام. طيب انا بشكرك جدا يا ولاء، كانت معانا من شبرا. ومعانا حد تاني، معانا عبد الله اشرف رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر. مساء الخير لي. مساء النور، اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بحضرتك. اتفضل. اتفضل. طبعا زي ما الاختي كانت بتتكلم قالت احنا انا لسه كنت بتكلم حالا وبقول انه في ناس بتمتحن دلوقتي وكتير، نهايه الترم الاول الناس بتمتحن. تاثير انقطاع الكهرباء ايه على الطلاب في هذه الفتره الحرجه؟
طبعا طلاب حاليا سواء كانوا طلاب مدارس او طلاب جامعات عموما بيعانوا من المشكله دي. يعني حاليا انا بكلم حضرتك دلوقتي في يعني صرخات بتوصل لنا من الطلاب في محافظات الصعيد او حتى محافظه القاهره ومحافظه الجيزه. نور ساعات بيقطع اكتر من 3 ساعات. يعني اصبحنا بقالنا اكتر من اسبوعين او ممكن 3 اسابيع النور بشكل يومي بيتقطع عن المناطق بشكل يعني مستمر. لازم ما فيش يوم يعدي لما النور يتقطع. فده اثر تاثير سلبي جدا على الطلاب، منهم اصلا يعني يا دوبك واحد يعني بيبدا يذاكر يلاقي النور قطع عليه، فيعني بيتعقد بشكل. خليه يعني ابتدوا بقى فعلوا موضوع لمبه الجاز القديم ده، ايه رايك؟ مش اضمن برضو؟ هو اضمن، احنا بنشتغل عليها ودلوقتي طبعا بنشتغل على كشافات الموبايل كمان يعني. بالظبط. هو يعني اقول لحضرتك ايه، يعني الموضوع فعلا اصبح الان بشكل كبير انقطاع الكهرباء ازعج الكثير من الطلاب في شتى المحافظات، وخاصة اللي احنا في امتحانات الفصل الدراسي الاول. خلاص يعني بنناشد وزارة الكهرباء اللي هي يعني تكثف مجهوداتها الاسبوع ده بس، يعني الاسبوع ده بس، السبع ايام الجايين دولت نهاية الامتحانات بتاعت الفصل الدراسي الاول، يا ريت يعني يكثفوا مجهوداتهم. وزير الكهرباء يكثف مجهوداته الايام الجاية خاصة عشان الامتحانات المتبقية، علشان ده اثر على الطلاب، وخاصة الامتحانات الشهادة الاعدادية بدأت يوم الخميس الماضي. مظبوط. انا بشكرك جدا عبد الله اشرف رئيس اتحاد طلاب مصر. مين معانا؟ معانا داليا من السيدة زينب. مساء الخير يا داليا. ايوه مساء الخير، اتفضلي. انا من فضلك بس انا عايزه حد يقول لي، يطلع مسؤول يقول لي ايه السبب ارتفاع الفواتير، ايه السبب قطع الكهرباء، حد يقول لي، حد يشرح لنا. هم قالوا دلوقتي يكون احنا في بدايه الحلقه قالوا مجموعه من الاسباب طبعا على راسها ماشي، ارتفاع بس هو قالوا مين اللي انخفاض الحراره المفاجئ اللي حصل. ما هو مين اللي قال؟ ما فيش مسؤول، وزير الكهرباء ما طلعش قال 1 2 3، يا جماعه الكهرباء هتقطع عشان 1 2 3، يا جماعه الفواتير هتعلى عشان احنا غلينا، يا جماعه الفواتير هتبقى عاليه زي الصيف بالظبط، او الفرق بينها وبين الصيف حاجه قليله جدا، عشان مثلا الشرايح غليت، عشان الكهرباء غليت. فين الشفافيه اللي احنا بنطالب بيها؟ راحت فين؟ طيب داليا، انت فاتورتك وصلت لحد يعني فوق ما تخيلتي؟ لا، مش موضوع فوق ما تخيلت، فاتورتي قريبه جدا جدا من فاتوره الصيف. طب دلوقتي لا في تكييف ولا في اضاءه عاليه ولا في اي حاجه، هي يعني مين اللي بيقول انها عشان الدفايه؟ ما حدش يقول انها عشان الدفايه ابدا. طيب وبالنسبه للانقطاع؟ الانقطاع مثلا حاجه مش هقول لك انها يوميه، هي شبه يوميه. انا كان عندي، انا بمتحن الام بي اي وانا قاعده في الامتحان النور اتقطع، على بال ما ولعوا المولد احنا بنولع كشافات الكهرباء، كل ده كان محسوب من امتحاني انا. مين يقول كده؟ كل ده من وقتك طبعا. اكيد اكيد طبعا. شكرا داليا. شكرا داليا من السيده زينب. معانا حد تاني؟ معانا فؤاد من شبرا. مساء الخير يا فؤاد. مساء النور. ايه اتفضل. كنت حضرتك بس عايز اعمل مداخله. اتفضل انا معاك، اتفضل. كنت حضرتك بس عايز اقول الاستفسار، ان الكهرباء فعلا بتقطع، انا بس مستغرب انها بتقطع في فصل الشتاء رغم ان المفروض الاحمال بتبقى خفيفه. لا ما هم بيقولوا بقى احنا في دلوقتي سخانات ودفايات زي ما كان في تكييفات في الصيف، احنا دلوقتي ده مش عند كل الناس يعني. تمام. وبعدين بيتقال انه يعني انخفاض المفاجئ اللي حصل للحراره، يعني شده البروده اثر على امدادات الوقود، يعني ده اللي بيقولوه. أنا حضرتك قابلت الموقف ده في الشغل والله، وحتى كمان في البيت وعند ناس زمايلي، فانا مستغرب ان ده بيحصل في فصل الشتاء يعني. اما الفصل الصيف الاحمال لما كنا بتقطع ساعه وتيجي تاني وتقطع ساعه تاني ومتواصل، مش عارف فصل الصيف والشتاء، مش عارف المشكله دي هتتعالج ازاي يعني. طيب انت بتطالب بايه، وبالنسبه لفاتوره الكهرباء بتاعتك شايفها ازاي؟ برضه بتيجي مرتفعه بصراحه. طيب انت يعني اتعاملت، اتكلمت مع المحصل وسالته عن اسباب الارتفاع، قال لك ايه؟ او اذا كنت اتكلمت يعني. لا هو المحصل اصلا ما بيبقاش ليه علاقه بالكلام ده، حتى لو سالته هيقول لك انا موظف في الشركه، هيقول لك بشوف نفس القرايه اللي عندك. بالظبط.
طب انت اتاكدت من انه مهم قوي على فكره ان احنا نثبت فكره انه يا جماعه اتاكدوا ان نفس القرايه اللي في الفاتوره هي نفس القرايه اللي موجوده عندكم في العداد برضو. احنا عايزين نتاكد من ده ان العداد سليم وشغال برضو. دي نقطه مهمه قوي علشان ما نوقفش بالاتهامات. حتى لو في زياده كيلوهات شركه الكهرباء بتاخدها مننا، احنا ما بيبقاش لنا نعرف نعمل كنترول في الموضوع زي ده. تمام تمام. انت بتطالب بايه يا فؤاد؟ انا بطالب بس ان 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 يعني ان يلحقوا المشكله دي قبل فصل الصيف، لان بيبقى فيه ثلاجات وبيبقى فيه الوقود بيبقى نسبه سحبه اكتر في الصيف، وتكييفات ومراوح بتشتغل. طيب. وضغط الكهرباء بيبقى اعلى من لو كده في الشتاء، اما اللي يبقى في الصيف ازاي؟ بس هي دي المشكله، انا حاسس ان احنا نقابل مشكله كبيره قوي في الصيف. طيب فؤاد، انت يعني انقطاع التيار الكهربي اثر عليك بشكل مباشر ازاي في بيتك؟ مين اتضرر؟ عندك حد بيمتحن؟ عندك حد مريض؟ عندك يعني اثر ازاي عندك بشكل مباشر؟ هو في طبعا حد، طبعا عندي حد بيمتحن بس بصراحه ما بيبقاش باستمرار في اليوم، بس انا مستغرب انه ممكن يبقى يوم يوم لا في فصل الشتاء ويبقى فيه الاحمال، يعني حاسس انها منخفضه، مش عارف بقى في الفصل الصيف هيبقى ايه الموضوع. طيب شكرا ليك يا فؤاد. كان معانا من شبرا صفية من القاهرة. مساء الخير يا صفية. مساء النور يا فندم. اتفضلي يا صفية. والله يا فندم احنا أزمة قطع الكهرباء برضو عاملة لنا مشكلة، بالنسبة لولادي بيجوا من المدارس برضو متأخر فما بيلحقوش يذاكروا، ما بيلحقوش يشوفوا اللي وراهم، فده بالنسبة لنا برضو مشكلة موضوع قطع الكهرباء. وبعدين الفواتير بتيجي عالية جدا، وبعدين يعني الارتفاع. دفعته ولا لسه ما دفعتوش؟ لا انا دايما بتجيلي في الرينج اللي هو سبعينات وثمانينات. بالرغم من ان انا يعني عامله لمبات موفره. عامله لمبات موفره ومع ذلك الفاتوره بالنسبه لك يعني عاليه، كما يعني على غير ما اتعودتي قبل كده، مظبوط؟ لا هو انا ما كناش بندفع كده الاول. يعني انا الاول ما كنتش بدفع المبالغ دي، كنت بدفع حاجه و30 حاجه و40، فالارتفاع المفاجئ ده حاجه غريبه. طيب شكرا ليكي صفيه من القاهره كانت معانا. معانا دكتور ماهر عزيز خبير الطاقه والبيئه وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي. تحياتنا لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. والله حضرتك دلوقتي جاي في وقتك تماما علشان يعني تثلج صدورنا بإجابة شافية. الشكاوى اللي جت دي كلها ورا بعضها، الانقطاع المتكرر وخصوصا واحنا في فصل الشتاء، وزارة الكهرباء بيقولوا ان ده بسبب انخفاض درجات الحرارة الفترة اللي فاتت كلها، وده أثر على معدلات الوقود والمواسير حصل فيها تجمد والكلام ده. حضرتك بقى كخبير للطاقة وتغير المناخ، رأيك ايه؟ انا اقول لسيادتك طبعا مع انخفاض درجات الحرارة والوصول الى معدلات من البرودة لم يعهدها الناس في الاوقات مثل هذه الاوقات من السنة، ده استدعى استخدام كثيف للدفايات الكهربية أو أجهزة التكييف حين تعمل على الساخن وليس على البارد. ففي الحالتين الأحمال أيضا زادت، فمثلما حدث في الصيف مع استخدام أجهزة التكييف بكثافة واخد بال سيادتك، حدث أيضا يعني نقص في إمدادات الكهرباء بما يوازي الزيادة في الطلب عليها، في نفس الوقت ترادف ذلك مع نقص في امدادات الغاز الطبيعي، فحدثت الانقطاعات بالشكل الملموس. تمام. أنا عايز أطمن الجماهير، السادة المستمعين الذين يشاهدون البرنامج الآن، هذه الانقطاعات دايما تبقى مؤقتة زي ما قلنا قبل كده. الشبكة فيها 33 حوالي 33 ألف ميجا وات. إمدادات الوقود اللي موجودة ما بتسمحش بتشغيل إلا حوالي 22 ألف ميجا وات. فإذا كان الطلب على الطاقة 27 ألف ميجا، فإحنا بنواجه في الحال نقص في الطاقة المولدة
من قدرات قدرها حوالي 5000 ميجا وات. ده لازم ما فيش قدام وزارة الكهرباء من حل إلا إن هي تعمل تخفيف الأحمال بالطريقة اللي إحنا بنشوفها. طب إن لحد إمتى يا فندم؟ لحد إمتى يا دكتور؟ يعني ده السيناريو ده لحد إمتى؟ فضل. هو لو زادت إمدادات الوقود، أنا عارف من خلال المعلومات اللي عندي إن حصل نقص في وصول الشحنات المتعاقد عليها للغاز الطبيعي، فلما تأخر وصولها إمدادات الوقود إلى المحطات قل، ومع طبعا زيادة الأحمال ده بيخلي الإحساس شديد بإن في أزمة. لكن أنا أقول لحضرتك أول ما بيحصل تحسن في الأحوال الجوية فده بيخفف من الإحساس بالأزمة شوية، ومع وصول شحنات الوقود طبعا بتخف الأزمة خالص وتكتن عدم. المشكلة كلها أن في نقص في إمدادات الوقود. الزيارة التي يؤديها الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات أنا منتظر منها خيرا كثيرا، لأنه هذا باب آخر للتعاقد على شحنات أخرى من الوقود. إحنا بنتعاقد مع الجزائر للغاز الطبيعي، في فرصة للتعاقد أيضا على الحصول على غاز طبيعي من الإمارات وأيضا وسولار ومازوت وخلافه. فأنا شايف أن في طاقات بتفتح بسرعة جدا للحصول على وقود يعوض النقص في الوقود في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء. والحقيقة الوزارة والدولة لا تألو جهدا في هذا، لكن طبعا ما تقدريش تعملي حاجة عندما يتأخر وصول الشحنات. أنت بتبقي عاملة حسابك أن هي بتصل في مواعيدها، ولكن إذا تأخرت بنحس بأزمة. أكيد يا فندم. طب ما هو دلوقتي المشكلة يا فندم، إحنا في طريق الحل. يعني أنا طب إحنا بنتمنى طبعا، دي حاجة يعني يمكن دي لسه طبعاً. دي بارقة الأمل دلوقتي اللي طلعت لنا. يا فندم مملوء بالأمل، وأنا مش عايز الناس تتضجر سريعا. إحنا بنتحمل لأن القادم مملوء بالأمل، وإمدادات الوقود هتتزايد، وبإذن الله كل شيء يعني الأزمة دي هتتضاءل مع الزمن رويدا رويدا إلى أن تختفي بإذن الله إن شاء الله. هو بس أنا يعني في تعقيب صغير، أنا محتاجة أنقل رأي الناس كله أو معظمه، يعني أنه بيقوله هو الحكومة بتتفاجئ أنه الشتاء جه، ما هي بتبقى عارفة أنه في صيف بعديه شتاء، بتتفاجئ أن في برد وبتتفاجئ بعد كده أن في حر. ليه ما بيبقاش في استراتيجية واضحة؟ ليه ما بيبقاش في سيناريوهات بديلة؟ ليه ما بيخزنوش الغاز لما هما بيبقى في نقص في الغاز أو نقص في الوقود في فترة معينة عارفين أن الجو ممكن يتغير فيها؟ بس ده اللي أنا حبيت أن أنا أنقله. بشكرك جدا دكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ. والدكتور ماهر ادانا بارقة أمل من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، ممكن أن هي توفر لنا غاز وقود ومازوت يساعد إن شاء الله في حل هذه الأزمة المزمنة، أزمة انقطاع التيار الكهربي. طب والفواتير؟ هنشوف بعد الفاصل. معنا يارا من بنها. مساء الخير يارا. مساء النور. هاي اتفضلي يا يارا. والله يا فندم احنا مش عارفين بصراحة نشتكي من ايه ولا ايه في موضوع الكهرباء ده. يعني قولي اللي انت عايزاه اتفضلي. احنا هنبتدي الشكوى بانه اولا مفيش محصل بيجي يحصل، مفيش قارئ بيجي يقرأ، ولما نروح كمتطوعين علشان نقول لهم القراية او ندفع او حاجة زي كده بنلاقي طبعا مبالغ مهولة متسومة علينا، ويقولك ده متراكمة. طب ليه يا جماعة المبالغ دي؟ يقولك اصلا متراكمة. طب احنا ذنبنا ان انتوا اساسا ما بتجوش علشان تقروا، ما تبعتوش مندوب يقرأ، ما تبعتوش محصل يحصل. طبعا المبالغ تتراكم ده بيخلي نتنقل لشريحة اعلى، ده بيبقى طبعا يعني بدون وجه حق انهم ياخدوا مننا مبالغ عالية ويقولونا على شرائح مش المفروض انها مش بتاعتنا. دي نقطة. النقطة الثانية انه بالاساس احنا بندفع فاتورة قد كده وارقام مبالغ فيها وانت ما عندكش كهرباء. يعني لما كهرباء تقطع 3 و4 مرات في اليوم بمعدل كل مرة ساعتين، يبقى انا اساسا شغلت كهرباء امتى؟ تمام. ده مأثر على البيت إزاي؟ عندك ازاي يا يارا؟ يعني في ناس بتمتحن، في ناس تعبانه، في ناس يعني ازاي الوضع؟ يعني احكي لنا كده. اولا في اطفال ما ينفعش يقعدوا في الضلمه،
ثانيا في مرضى المفروض انهم عايزين كهرباء علشان ينوروها عادي، عايزين نشغل دفايه علشان ما نستحملش السقعه في الجو ده، مفيش الكلام ده خالص. انت مش قادره تعملي ده اكتر من انه كمان حتى الثلاجات تفصل فالاكل يبوظ، الاجهزه بتعطل بسبب الانقطاع المستمر، التلفزيون يتحرق، الثلاجه تتحرق، مش عارف ايه، يعني ليه ده كله؟ وفي الاخر ندفع فاتوره، بندفع فاتوره ليه؟ يعني والمحصل حتى لما بيجي ده لو جه انت مش هتقدري تتكلمي معاه. لا لو هو ملوش علاقه باللي بيحصل ده. بتقولي ما بيجيش. شكرا ليكي يارا من بنها. الحقيقه انا محتاجه حاليا دلوقتي، انا معايا الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. مساء الخير استاذه نانسي، اهلا بحضرتك وتحياتي للمشاهدين الكرام. اتفضل. اهلا وسهلا، مساء الخير. حضرتك طبعا مطلوب تفسير لهذا الانقطاع والارتفاع قيمه الفواتير، وفي ناس بتشتكي من نقص عدد المحصلين، مش موجودين ما بيجوش، فبيحصل عندهم تراكم للفواتير والناس مش فاهمه يا فندم، فحضرتك اتفضل. والله احنا موجودين لخدمه اهلنا، وبنقول لا شك انه اي عمل بشري يصاحبه الخطا هنا او هناك، نظرا لحضرتك عارفه انه قرابه يعني اكثر من 12,000 كشاف ومحصل بيخدموا قرابه 31 مليون مشترك. لكن يمكن لو تذكروا حضراتكم في الاجتماع اللي تم مؤخرا منذ يمكن اكثر من اسبوع مع السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور السيد الوزير، وزير الكهرباء والطاقه المتجدده الدكتور محمد شاكر، ورؤساء شركات توزيع الكهرباء، تم الاتفاق على بعض الاليات واجبه النفاذ، ان يتم زياده عدد الكشافين والمحصلين من العماله الاداريه الموجوده، ان يتم تخصيص خطوط سير واعداد محدده من الاعدادات لهؤلاء الكشافين مع رقابه صارمه على ادائهم وتطبيق مبدا الثواب والعقاب، ان يكون هناك مكاتب لمراجعه الفواتير التي تصدر عن مراكز الاصدار بنسب يعني تفوق معدلات الاستهلاك في المتوسط من 15 الى 20%، ان يتم تلقي الشكاوى من المواطنين والبحث فيها وحلها لصالح يعني بضمان حق الطرفين، هناك بالفعل حالات تم معالجتها. ايضا هناك التوجه للتوسع في استخدام العدادات مسبوقه الدفع التي ستقضي تماما على مشكلات قراءه العدادات واصدار الفواتير العبثيه. طيب ليه يا دكتور بعد اذن حضرتك الناس مش بتقتنع، يعني مش مقتنعه بتبريرات وزاره الكهرباء حول ارتفاع الفواتير وحول الانقطاع؟ دلوقتي بقى صيف وبقى شتاء، فليه حضرتك الناس مش بتقتنع بالتبريرات اللي بتبقى جايه من وزاره الكهرباء؟ هل مطلوب ان هم يحسوا بتغيير فعلي؟ مطلوب ان هم يحسوا بشفافيه اكتر، يفهموا اكتر ليه الفواتير دي بتيجي بهذا المعدل؟ ما هم كمان بيروحوا يا فندم ما حدش بيفهمهم حاجه، وبيقولوا تراكمات شهور قبل كده، وبعدين المحصل بيجي مره وعشرة ما بيجيش، فبيبقوا مش فاهمين. لا يا فندم، هو الفيصل في الامر هو قراءه العداد، بس حضرتك لو سالتي وقلت ليه يا استاذه نانسي المرحله دي بالذات ليه اللي حصل ده؟ احنا بنقول انه من مطلع يوليو الماضي كان قد تم تطبيق الاسعار الجديده لشرائح الكهرباء ولخمس سنوات قادمه، تخفيف الدعم الذي تقدمه الدوله للكهرباء، وبالتالي مع ضمانه بالطبع محدود التدخل وقليل الاستهلاك، لكن عشان كده بنقول شركات التوزيع التسع ربما سعت الى تجميع القراءات القديمه لضمان محاسبه المواطن عليها بالسعر القديم الاقل سعرا لصالح المواطن. تجمعت القراءات القديمة مع قراءات لاحقة بسعر أعلى نسبيا، ظهرت هذه الحالة لدى البعض، لكن طبعا مش كل ال 30 مليون اشتكوا، لكن احنا بنقول حتى يمكن قرابة أقل من 1% في المجمل، لكن في الآخر الفيصل هو قراءة العداد، والمواطن من حقه أن قبل أن يسدد الفاتورة أن يقارن قيمة خانة القراءة الحالية في الفاتورة مع العداد، إذا ما أقر أنه دي استهلاكاته يبقى المبلغ ده واجب السداد، اذا ما كانش معاه المبلغ بيروح لاداره الكهرباء ويتم تقسيط المبلغ كنوع من التيسير، لكن اذا ما عدا ذلك وكان هناك خطا ومبالغ مبالغ فيها وانه الفاتوره تجيله 200% و300% زياده، لا امر غير مقبول، وفي الحاله دي بيتم مراجعه الفاتوره واعاده اصدار الفاتوره بالقراءات الحقيقيه ومجازات المواطن. ايوه ازاي يا فندم يتم مراجعه الفاتوره لو طلع الرقم مبالغ فيه واعاده اصدار فاتوره بقراءات اخرى؟ يعني لو هو لقى مثلا انه نفس قراءه العداد اللي عنده هي نفس القراءه اللي موجوده في الفاتوره ومع ذلك بيلاقي رقم مبالغ فيه، بيروحوا يا فندم الناس وبيقولوا انه
انه اتحولوا الى شريحه تانية اعلى، بناء على ايه يا فندم؟ لا، ما هو انا بقول لحضرتك بصاحب هذه العمليه عمليه اسمها تشريح الفاتوره. تشريح الفاتوره هو ضمان حضرتك على الحاسب الالي في مراكز الاصدار في شركات التوزيع، بيقدروا يشوفوا استهلاكات المواطن لربما اكثر من 10 شهور سابقه، فبيقدر يعرف القراءات الحقيقيه واستهلاكاته ايه وسدد ايه وما سددش ايه. وبالتالي بقول في حاجه اسمها تشريح الفاتوره، هي ضمانه ان يكون كل استهلاك شهر في شريحته ولا يقفز على على شرائح اعلى. ده بيتم بالفعل. وبقول لحضرتك كمان لو ثبت ان هناك موظف كان مقصر او تسبب في خطا ما، ده طبعا بيتخذ معاه اجراءات سواء بالخصم من الحوافز او اصدار جزاء او حتى بعض الحالات احاله من النيابه. طيب بشكرك جدا. انا بس عايز اسال اخر سؤال، في الفتره القادمه ممكن نلاقي انفراجه في مساله الانقطاع بتاع الكهرباء؟ يعني يا ترى الامور ممكن يعني في طريقها للحل؟ هي حدثت بالفعل الانفراج. احنا بنتكلم عن انه بنطلع بيان يومي عن معدلات الاستهلاك قد ايه، الحمل الاقصى قد ايه، طيب التخفيفات قد ايه كانت في ذروتها ربما الاثنين والثلاث الماضي، ثم حصل تحسن نسبي يمكن 50% يوم الاربعاء، ويوم الخميس كان افضل الى حد كبير، يوم الجمعه لم يكن هناك انقطاعات على الاطلاق. النهارده بلغني من مركز التحكم القومي يمكن 500 الى 600 ميجا، ده يمكن راجع الى سببين زي ما قلنا من شويه وزي ما قال الدكتور ماهر عزيز، انه من يعني ندره وقود من ناحيه، وبالاضافه الى ما نقوم به من صيانات لمحطات توليد الكهرباء في الوقت الحالي. طيب شكرا لك دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. يا رب يكون الدكتور محمد اليماني ادى حضراتكم اجابات شافيه يعني، واحنا بننتظر الفتره القادمه، احنا ما قدامناش غير ان احنا هننتظر لنرى ان شاء الله. طيب الحقيقه احنا بنشوف بقى يعني، عايزين بس نشوف كم تعليق فيسبوك عشان الناس زعلانه قوي محتاجه انها تقول. عندنا اسلام بيقول ده بيقطع مره في اليوم او مرتين، واحنا بنراعي الازمه دي بسبب الاحوال الجويه علشان ما يقطعش الصيف القادم، ويا رب ما يقطعش فعلا الصيف القادم. كارم كاظم بيقول فعلا الكهرباء بتقطع كتير قوي، اكتر من مره في اليوم، الفواتير غاليه جدا، انا جالي 300 جنيه. كنزي بتقول بقاله اسبوع بيقطع مرتين في اليوم، واظن سبب الازمه نقص الوقود وزياده الاحمال بسبب الدفايات والسخانات، وان شاء الله الايام اللي جايه تكون احسن. الريس وعد بكده واحنا بنثق فيه. اسلام عبد الجواد، احنا عندنا في قريه الاصلاح منصوريه جيزه بيقطع مرتين في اليوم، فيا ريت يكون في اهتمام بالقرى شويه. روبي الاسطوره بتقول زمان كانوا بيقولوا ان سبب الازمه دي مرسي ومش هتتحل الا اذا شلناه، وادي احنا شلناه والازمه ما اتحلتش. بتقول حرام عليكم وارحموا الشعب اللي طالع عينه بقاله 5 سنين. دي كانت يعني بعض من تعليقات الناس الغاضبة والساخطة، لكن برضو لازم نقول في نهاية احنا ما قدامناش غير ان احنا ننتظر لنرى، وهنشوف الفترة القادمة الامور هتسير في اي اتجاه، وبناء على سير الامور احنا كمان دورنا ان احنا ننقلها لحضراتكم. اذا اتحلت إذا ما اتحلتش هيكون لنا وقفة إعلامية تانية من خلال هذا المنبر اللي هو منبر حضراتكم ورأيك بصوتك. بكرة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع كمان بيثير العديد من الشكاوى وخصوصا في الفترة الأخيرة، وهي تعريفة الميكروباصات، الأجرة اللي محتاجين تدفعوها لما تركبوا الميكروباصات وعدم الرقابة على هذه الأجرة. أنا مش عايزة هاجم حد، لكن هو حضراتكم بتتهم يعني ناس كتير بيقولوا سواقين الميكروباصات بقوا بيحطوا التعريفة اللي على مزاجهم، وبقت الأجرة بدون أي رقابة وملهاش أي استراتيجية واضحة. نشوف الأسئلة اللي هنستقبل تعليقاتكم عليها بكرة إن شاء الله وآرائكم. هل تواجه زيادة في أسعار أجرة الميكروباص وما هي الأسباب؟ في رأيك هل توجد رقابة على أسعار الأجرة دي، ومين المسؤول عنها؟ ما هو التصرف الأمثل لك كراكب لمواجهة أي زيادات في أسعار الأجرة؟ يعني هتسلم أمرك لله وتدفع، ولا هتتخانق مع سواق الميكروباص، ولا هتعمل إيه؟ بكرة إن شاء الله موضوع جديد ومهم، إحنا في انتظار آرائكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء غدا، أشوفكم على خير.